حول الرابعة 8، هل ترك البخاري ذرية؟ ذكر ولي الدين الخطيب صاحب مشكاة المصابيح والملا على القاري في شرح المشكاة أن الإمام البخاري لم يترك وراءه ذرية من بعده. وتساءل الإمام العجلوني عن سبب تكنيته بأبي عبد الله، إذن طب ليه تسمى أبو عبد الله؟ عشان الناس اللي ما عندهمش أولاد ما يزعلوش. سبحان الله، أنا قابلت في حياتي يعني بعض مشايخي من أهل العلم رحمة الله عليهم ما كان عنده ذرية، وكان من أعلم أهل الأرض في بلدي، الشيخ علي أبو غازي رحمة الله عليه، والثاني كان قرينه لم يرزق بالبنين، كل أولاد وبنات، حتى أنه كان مكثرا في الزواج، يتجوز لعل نفس ربنا يرزقه ولد، وكل امرأة يتزوجها تنجب بنات فقط. سبحان الله، سبحان الله. يعني تساءل العجلوني ليه تسمى بأبا عبد الله، ثم أجاب هذا السؤال بنفسه بأنه لا يشترط للتكنية أن يكون الرجل له أولاد، هذه عادة العرب بأنهم كانوا يكنون أولادهم وبناتهم وهم صغار. في الحديث قال لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقطيفة يمنية صغيرة، قال أتوني بأم خالد، قالت فجاء بي أبي يحملني بين ذراعيه. هذه أم خالد، هذه تكنية. الكنية هذه دلالة المسؤولية، دلالة المسؤولية. وتذكرون أن السيدة عائشة ما عندهاش أولاد، لما قالت لرسول الله يعني أكني، قالت أكني باسم ابن أختك أسماء، فسميت أم عبد الله، أم عبد الله. هذه عادة العرب. الإمام البخاري إن كان عجمي النسل، لكن بلاد خراسان كان فيها أثر كبير لعادات العرب، ولا سيما في أهل الإيه؟ العلم، في أهل العلم. لا نجد قولا أقدم من قول ولي الدين الخطيب التبريزي، وهو من المتأخرين جدا. أما العجلوني قال فإنه شك حتى في زواجه، هل اتجوز ولا ما اتجوزش؟ قد قال إن الإمام لو كان تزوج لوجدنا له ذكرا، كانوا حكوا يعني إنه عمال يسافر من بلد لبلد ويعقد مجالس العلم ويحفظ ويسمع. الفايلات مش فاضية يعني، بتهيألي لو في فايلات فاضية كان يتجوز يعني، عشان ينسى العلم الباقي، قصدي عشان يحفظ أكتر. للأسف المؤرخين لا يذكرون عادة أحوال الزواج والنكاح، ما ذكروا. هناك مئات من الأسماء في كتب التاريخ لا يذكر شيء عن زواجهم أو عدمه. فكيف يسوغ لنا أن نظن لأجل الاحتمال الضعيف أن الإمام البخاري حرم من سنة مؤكدة حتى يثبت لنا بسند صحيح أنه ترك ذلك؟ يعني بعضهم قالوا لا، ده هو المؤرخين لم يذكروا أحوال الزواج وغيره، وبالتالي كيف البخاري يترك سنة من سنة المرسلين؟ فالأمر لم يثبت عندنا بسند صحيح. ولو فرضنا الإمام البخاري لم يترك ذرية من صلبه افتراضا يعني، فذريته الروحية تتجاوز 100 مليون ونص، مش كده مليار ولا بليون وخمسمائة مليون، نستثني منهم الجماعة الشيعة 150، والباقي كلهم يعتبر هو ايه، هو الأب الروحي له، بغض النظر بقى عن انه هو أولئك المساكين الذين يشكون حتى في صحة القرآن، المجرد من الذي جمعه عثمان بن عفان وسمون القرآن الصحيح مخفي ومدفون في أحد المغارات. طبعا دول بنطلعوهم وبتوع السراديب دول، هؤلاء ليسوا أولاد للإمام الروحيين. الحمد لله، فإن عدد أولئك الذين يؤمنون بكون كتاب البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله هم الغالب الأعظم في أمة الإسلام، الغالب الأعظم في أمة الإسلام. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبله في الصالحين، اللهم أمين، وأن يلحقنا به في الآخرة، اللهم أمين، مع النبيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وبهذا يكون تمت ترجمة الإمام البخاري. سنبدأ في شرح خطبته في بداية الكتاب، ثم نتكلم في أحاديثه إن شاء الله. ونرجو من الله أن يعني يبقينا على ظهر الدنيا ما أراد وما شاء، حتى نجتهد في هذا العلم قولا وعملا وإخلاصا وصدقا، اللهم أمين. ونسأل الله لنا ولكم القبول.